معظمنا بيدرس بدون هدف، يعني أنا بدرس لأجل الدراسة أو أنا بذاكر من أجل المذاكرة. طيب نعمل كده سبسكرايب ومشاركة للقناة لتعم الفائدة، ويلا بينا نبدأ في حلقتنا النهاردة. طبعا احنا اتكلمنا عن المذاكرة وافضل الطرق وايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها تديني طريقة مثلى او ان انا اقدر احصل اكبر قدر من الايه المذاكرة، وان انا اقدر امتحن ويكون ودي اداء كويس. طيب من ضمن قبل ما اذاكر او قبل ما اعمل اي خطوات، اهم شيء ان يكون في هدف، في هدف في دماغي، بحيث ان انا الهدف ده هو يكون الحافز ليا للمذاكرة. يعني بدون حافز مش هعرف اذاكر، مش هيبقى مش هقدر اركز في المذاكرة، مش هحط دماغي ان انا اقعد فترات طويلة على الكتاب او ان انا اقرا كلام انا حاسه مش مهم، هذاكره ليه واعرفه ليه. لكن لما يكون عندي هدف في دماغي ان انا عاوز اوصل ليه، ايه هو الهدف ده؟ ان انا مثلا ان انا عاوز اكون متميز في المجال ده، او ان انا اطلع الاول على الدفعة، او ان انا عاوز اكبر دكتور في التخصص ده، او ان انا عاوز امسك منصب كبير او في المجال ده، او ان انا ابقى محاضر في المجال ده، او ان انا اوصل لدرجه علميه كبيره في التخصص اللي انا بدرسه، او ان انا ابقى متميز، او ان انا اسافر بره ويبقى ليا كيان، او ان انا عاوز امسك منصب معين. فكل دي اهداف انا ممكن اسعى ليها واحطها في دماغي. طيب انا حطيت هدف في دماغي، تمام، انا مثلا عاوز اكون دكتور، او ان انا اتعين في الجامعه، او ان انا احصل في الثانويه على اوائل الجمهوريه، اكون من اوائل الجمهوريه، او ان انا اجيب 100%، تمام. طيب هل ده انا حاطه هدف؟ عشان اسعى للهدف اهو لازم، انا لو حطيت هدف يبقى اسعى للهدف واحققه بكل الطرق. يعني ما ينفعش احط هدف واجي بعد كده ايه ان انا كبر دماغي، او ان انا يعني ايه اتخاذل. عشان اعمل هدف يبقى اعمل كل حاجه، اذاكر باجتهاد زي ما قلنا، الخطوات اللي قلنا نتبعها، كيفيه ان انا اذاكر بشكل افضل. طبعا ان انا اذاكر كل حاجه، مفيش حاجه اسمها اختار حاجات معينه او اركز على حاجات معينه، ولو الدكتور قال لي مثلا احذف الجزء ده او ده مش مهم، لا انا اذاكر كل حاجه طالما انا عاوز حاجه معينه وبسعى لحاجه معينه، يبقى ماليش دعوه انا اذاكر كل حاجه، لان مفيش حاجه مضمونه، انا ما اضمنش ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش، ممكن الدكتور ينسى، ممكن حد تاني يحط الامتحان. انا اركز واكون مركز في المحاضرات كويس، اركز في دروسي كويس، اركز مع المدرس، واهم حاجه اركز مع المدرس، لان القرايه مهما قريت مش زي ما اركز مع الدكتور او مع المدرس او مع المحاضر. ليه؟ لانه ده اللي بينقل الخبره بتاعته، بينجل لي التريكات معينة أنا ممكن أخلي بالي منها وأحل كويس، تمام. وطبعا لو باخد محاضرة أو بسمع موضوع معين، يبقى أنا هنا، لأن طبعا إحنا هنا مش بنتكلم بس على الطلبة اللي بتذاكر، ممكن واحد ياخد كورسات معينة، ممكن أنا بحسن من نفسي في مجال محدد أو مجال معين، يعني ممكن أكون خلصت كلية وعاوز أغير مثلا كارير وبدرس في حاجة تاني. فكل الكلام ده احنا بنحدده ان انا احط هدف في دماغي واسعى ليه، ومفيش حاجه مفيش اي حجج على فكره. الحاجه الوحيده اللي ربنا قال ان انا اسعى، وسعيك هيرى ولا سوف يرى. فبالتالي انت لو سعيت في الجزئيه دي وركزت فيها وعملت اللي عليك، وعلى فكره مفيش اي حجج، يعني مفيش واحد يقول لك لا اصله تلاقي طلب، يقول لك اصله انا مضغوط، اصله انا مش عارف ايه، اصله انا عليا دروس كتير. لا، انت هنا على فكرة طالب، مطالب انك انت تذاكر وتلتزم. انا بس اركز في الجزئية اللي انا فيها في الحاضر في الوقت ده. انا ايه دلوقتي؟ طالب ثانوي، طالب كلية، مثلا انا باخد كورسات، انا طالب ماجستير، انا طالب دكتوراه. يبقى انا هنا
مجرد انا طالب، يعني انا ماليش دعوه بالمستقبل هعمل ايه، اصلا انا بدرس ما عادي ما فيش حاجه وهيحصل ايه يعني، هو احنا اللي اتعلموا خدوا ايه؟ لا عادي خدوا. على فكره الانسان بالاصرار والعزيمه ربنا بيكرمه وبياخد على فكره وبيوصل، واي حد يقول كلام غير كده يبقى هزار ويبقى هو ما سعاش، لكن اي انسان بيسعى لا ربنا بيكرمه وربنا بيديله اللي هو عاوزه وربنا بيحقق له احلامه بيحقق له طموحه حتى لو طال الموضوع، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لك اللي انت عاوزه. فاهم حاجه تسعى في تحقيق هدفك وما يهمكش كلام اي حد، لان الناس دايما محبطه على فكره، يعني الواحد مش عاوز يقول مثلا اثناء احنا لما الواحد كان شغال الاحباط و ولكن الواحد بيحاول والى الان بيحاول، فالانسان يعمل اللي عليه ويحاول ويسعى وربنا سبحانه وتعالى بيحقق لك اللي انت عاوزه. فاهم حاجه انك انت تذاكر زي ما قلنا، وان يكون عندك هدف عشان طبعا تقدر تذاكر عليه وتعمل عليه وتبني عليه، واهم حاجه انك تذاكر بتركيز، وجزئيه الذاكر بتركيز دي هنقولها في حلقه ان شاء الله ازاي نركز. طيب وايه تاني؟ وان انا ما اسوفش، ودي حاجه مهمه جدا. يعني ايه ما اسوفش؟ ودي مشكله بيننا ما بين النفس. يعني ايه؟ يعني دايما تخالف نفسك. يعني ايه؟ يعني انت لو عاوز تذاكر صح وعاوز توصل وعاوز تسعى يبقى خالف نفسك. يعني ازاي؟ طيب يعني هنا اخالف نفسي وايه التسويف؟ الاثنين مرتبطين ببعض. يعني ايه؟ لما اجي انا عاوز اعمل حاجه تلقى نفسك بتحدثك وتقول لك يا اخي ده لسه في وقت، ده في حوالي 5 ايام، خليها بكره، طب خليها بعده، طب بص نص ساعه، طب اشرب كوبايه الشاي دي وكمل بعد كده، طب بص قوم اعمل مش عارف ايه وتعالى بعد كده. ده تسويف، دايما الانسان بيقعد يسوف لنفسه. لا يعني لو لقي مثلا لو قدامك 5 ايام للمذاكره هتلقى هتضيع يوم واثنين وثلاثه، تلقى نفسك فاضل لك يوم اللي هو هتذاكر فيه، هتركز يعني، يبقى انت ضيعت. ليه؟ ده تسويف، الشيطان بيصور لك ان لا مش مهم، والنفس طبعا. عشان كده اي حاجه عاوز تعملها خالف نفسك، خالف هواك، يعني دايما نفسك بتامرك بالغلط، امر نفسك ما الا ما رحم ربي، لان النفس دايما اماره بالسوء. فخالف نفسك هتنجح، خالف نفسك هتتقدم، خالف نفسك هتوصل للي انت عاوزه. ومرض التسويف ده مرض ومعظمنا واجع فيه، ان احنا برضو بيجي لحظات الواحد يقول لك يعني خلاص خليها بكره، طب بص انا هعمل الحاجه دي، لا طب اجلها بالليل، تيجي بالليل نفسك انا مفرهد وهروح انام، لا بص تصحى الصبح خلاص انا بص الصبح هبتدي خلاص بكره انا هبتدي، تيجي الصبح تلقى نفسك تعبان وتقول لا 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 انا تعبان، طب بص الظهر اشرب لي كوبايه شاي وخليها الظهر كده، طب خليها مش عارف بالليل، وهنلقى هكذا التسويف لاي حاجه. انت عاوز تعمل حاجه معينه هتلقى نفسك لا طب خليها بكره. افضل حاجه اول حاجة اي حاجه عاوز تعملها اعملها على طول، يعني لاقي نفسك عاوز تذاكر دي ذاكرها، عاوز جيت من المحاضره ذاكر محاضرتك، جيت من الدرس ذاكر الدرس بتاعك، حتى لو كنت تعبان كنت مرهق كنت كذا، اعمل الحاجه حتى لو هتحصل 50% منها بس انت عملتها. افضل حاجه ان انا اعمل الحاجه يوم بيوم، ما اركنش اي حاجه لاي وقت بصراحه، ده افضل طريقه ان احنا نخلص كل امورنا. اوعى تاجل عمل اليوم للغد، وده طبعا حديث لا تؤجل عمل اليوم للغد، وافضل حاجه ان الواحد فينا ما يسوفش وما يرتكنش لنفسه وما يسمعش كلام الهوى، ويبقى فيه هدف، ودايما ماليش دعوه بالمستقبل. يعني دايما برضه يجيلك شباب يقول لك يا اخي طب انت بتذاكر، هم اللي ذاكروا خدوا ايه، شوف مش عارف اللاعب الفلاني وشوف مش عارف، ما هو على فكره هو كله اجتهاد، ما هو برضه اللاعب الفلاني ما وصلش الا لما اجتهد وركز، او اي حد على فكره ما وصلش مجاله الا لما اجتهد. احنا لو نظرنا نظره عامه لكل المجالات، لكل المجالات ايا كانت، هنلقى ان في ناس فيها متميزه وناس ما لقاش تاكل، ناس تعبانه. ليه؟ المتميز هو اللي سعى وبذل مجهود، والتاني هو اللي ما عملش حاجه، فبالتالي
في كل المجالات في متميز وفي عادي، فانت عشان تتميز لا يبقى لازم تسعى ولازم تبذل مجهود ولازم تركز في الحاجة اللي انت هتعملها، وما تسوفش وما تتبعش هوى النفس. العلم مفيد، العلم على كل الجوانب مفيد، لان مفيش حاجة بدون علم عشان نبقى عارفين كده. كل المجالات بلا استثناء بالعلم، فاتعلم وانشر العلم وذاكر واعمل اللي عليك انت فيما اللي انت فيه دلوقتي. اللي انت طالب يبقى انت طالب، انت طالب ماجستير، طالب دكتوراه، انت موظف، يبقى برضو انت تبذل مجهود في وظيفتك، وكل ما تبذل مجهود هتوصل وهتوصل للي انت عاوزه. فركز واعمل اللي عليك. وفي نهاية الحلقة اتمنى نكون استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك، والى اللقاء في حلقة قادمة. وقولوا لي لو انتوا عاوزين اي موضوع نتكلم فيه مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات، واي تعليق او اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات. وشكرا لحسن استماعكم، والى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لكم.